فيقول هل تصح عبارة حسن الخلق أساس الدين؟ إنما بعثت لتتم مصالح الأخلاق، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسن الخلق بمفهومه الواسع الذي فيه إقامة حق الله عز وجل وإقامة حق الخلق. نعم، من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، لكن أحيانا يقصر الخلق على نوع من حسن المعاملة في صورها، كابتسامة مثلا أو كنجدة أو نحو ذلك من الأخلاق الفاضلة، لكن ينحصر بها حسن الخلق. حسن الخلق دائرة أوسع، هي حسن صلة بالله وحسن صلة بالخلق، ولهذا جاء الارتباط الوثيق بين هذين، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. فينبغي أن يفهم الخلق بهذا المفهوم الواسع. وقد سئلت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان خلقه، قالت كان خلقه القرآن، فدل هذا على أن الخلق الذي ينبغي أن يتخلق به الإنسان ليس فقط ابتسامة أو حسن معاملة في جزئية أو في لحظة، بل هو طيب القلب بمحبة الخير للخلق، وطيب القول وقول للناس حسنى، وطيب العمل اتق النار ولو بشق تمرة، فمن لم يستطع فبكلمة طيبة. هذا مفهوم حسن الخلق الواسع الذي هو في الحقيقة بذل الخير وكف الشر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.